ده تعالى يكفي نقول ان القانون القديم حضرتك اللي اتقدم فيه المخالفات 2,880,000 تم الموافقه فيه على 10% فقط، والباقي كله لم يتم الموافقه، ما قدروش يوصلوا لان ما ينفعش منطقيه ما ينفعش يطبق على ارض الواقع. فبالتالي بناء على توجيهات السيد الرئيس تم تعديل وادخال بعض التعديلات والتسهيلات والمزايا المتعلقه بهذا القانون. لان قانون التصالح احنا بنعتبره اللي دوت بيؤكد ان القياده السياسيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بالعوده الى بمصر الى الوراء مره اخرى بعد الانجازات التي تمت في ملف العشوائيات. طبعا انتوا مبسوطين قوي بقى في موضوع العشوائيات ده، لان انتوا يعني ده المطلب الرئيسي اللي كنتوا بتنادوا بيه دائما القياده السياسيه في مصر، انه الناس اللي بتموت واللي خايفين تقع عليهم صخره الدويقه يعني تخيل حضرتك كل المشاكل ديت كانت بتعاني منها مصر على مدار 40 عام. ولحد ما جه تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو اكتر يا فندم 40 عام. احنا بنقول 40 عام ده هي من ده احنا من بعد ثوره 52 بدات العشوائيات في التاريخ. لكن زادت وانتشرت بطريقه غير مسبوقه وبقت خطره وكارثيه. فالقانون ده الدوله سهلت تسهيلات، قدمت تسهيلات كتيره جدا لمساعده المواطنين على التقدم للتصالح وتحويل هذه المباني المخالفه الى مباني قانونيه يمكنها توصيل كافه المرافق لها، وفي نفس الوقت توفير حياه امنه لحياه سكان هذه العقارات. بقى في مميزات في القانون. اولا هو القانون اسمه 187 لسنة 23 أولا يعني بس 2019. الأول عايز أعرف بس من حضرتك إيه هي الحالات اللي يجوز فيها التصالح؟ حر مجرد إنه ما يكونش بنى على أرض زراعية أو بنى بما يخالف الأمن القومي أو اشتراطات صحية بيئية وباقي لذلك؟ هي المميزات. أولا بقى يسمح فيه بالتصالح في المباني البناء على أراضي دولة طبعا طبقا للقانون الموضع في هذا الموضوع. ده كويس قوي، ده تطور كبير قوي. خطوط التنظيم المباني المميزة، كان في عندنا مباني مميزة وأثرية وتاريخية دي يسمح فيها. قيود الارتفاع والطيران المدني يسمح برضو فيها. الحيز ازاي يا فندم؟ اصل ده باطلاقه كده يدي انطباع للمشاهد انه مش مهم بقى الارتفاع والطيران كل حاجه حضرتك طالما في انشاءات وبتوافي عليها الجهات المعنيه بهذا، مش اي ارتفاعات. الارتفاعات اللي هي بتضر مش هيتم الموافقه عليها، ولكن بيسمح بارتفاعات معينه لا تضر. طب بالنسبه للمباني التاريخيه والاثريه بقى، المباني المتميزه حضرتك ديت اللي هي في مباني مثلا كانت محطوط عليها اللي هي اي مبنى بعد 100 سنه بتعتبر اللوحه المباني دي هذا المبنى دي مباني تم فيها مخالفات. فالدوله مش عايزه يبقى في ازالات بالتالي تضر. دي ازالات دي كنوز في حد ذاتها المباني دي. كل ده كانت مدام نجلاء فتحي ربنا يديها الصحه الفنانه العظيمه كانت قدمت شكوى لان كانوا شالوا اليافطه دي من على العماره بتاعت حمدي قنديل الله يرحمه. المكان ده مميز ورجعت تاني. فكل القوانين المميزه ما كانش بيتم الموافقه عليها في السابق في القانون السابق، ولكن الدوله دلوقتي بتسهل للمواطن لان المشكله ديت احنا يكفي حضرتك احنا في مصر بقى فيها حوالي 13 مليون مخالفه. يعني 50% من المناطق العقارات في مصر عقارات غير مخططه. فبالتالي بيصعب في مناطق بيصعب اللي انت تخش فيها اساسا، في لو حصل لا قدر الله كارثه اطفاء او شرطه يصعب فيه. فبالتالي مصر عايزه القياده السياسيه عايزه تقضي على هذا الملف تماما، وبتسهل للمواطن اللي يقضي تماما او بتسهل تقنين اوضاع المباني المخالفه دي عشان تقضي تماما على هذا الملف ولا عوده للوراء او انتشار عشوائيات مره اخرى. هو طبعا الحته دي بيضمنها ان انت بتوقف نزيف، طالما انت عامل قانون للبنى يبقى ده مش هيرجع لك تاني، فانت طبعاً بتحصر زي ما حياتك تفضلت الجزء المخالف ده مع الوقت خلاص بينتهي، يا اما بيقع يا اما بيطلع له قرار ازالة يا اما بيبقى في تصالح. الجميل في حاجه زي كده بقى حضرتك احنا عندنا منظومه الرقم القومي للعقارات. أيوة دي بتطبق. أيوة دي بقى شهاده ميلاد لكل دي شهاده ميلاد. دي حضرتك بقى التكمله، لان القانون التصالح ده لفتره مؤقته. ايوه مش هيفضل على طول. ما انا بقول لحضرتك ويمكن مميزاته برضو ان تم تمديد العمل بالقانون، هيتم تمديد العمل بالقانون للسماح لاكبر قدر ممكن للمواطنين عشان هم يعني تساعد يعني كل الاطراف. هو كان يعني تسمح بست شهور وممكن تسمح بست شهور تمتد لست شهور تاني. لا ما دام الارقام ضخمه كده زي ما حضرتك تفضلت ممكن تقعد ثلاث سنوات.
فكل ده عشان كل الاطراف تستفاد. هو بس بيقولوا كده في الاول عشان الناس تسارع بتقديم الطلبات وننهي الملف ده. التاني حاجه احنا في القصه دي من 19 قانون 17 لسنه 19 ما كانش بيسمح يعني حضرتك في طلبات اترفضت. يعني اقول لحضرتك الحاجه القانون كان 19 كان في تعقيدات كثيره كتير. طب كان قانون 19 ما كانش مبين حضرتك المباني المخالفه هيتم ازالتها الشقق الساكنه هيحصل فيها ايه. طب العقارات اللي قبل 2008 الناس اللي عايزه تقنن وضعها قننوا ازاي؟ كان في حضرتك طبعا ده ممكن حد يقول لحضرتك ده طب ما ده بيسهل عليك لان ده بيديلك الفرصه ان الحكم يبقى اوسع. لا طبعا ده بيخلي كل حاله كل واحد قاعد على مكتبه يقول لك لا انا هعمل كذا والقانون بيلزمنيش. دلوقتي حضرتك بيسهلوا كل حاجه حتى القيمه تحديد عدم المبالغه في قيمه المخالفه. يعني الناس في بعض الناس بتطلع بتقول لك ايه اللي الدوله بتعمل القانون ده عشان خاطر تجيب فلوس. لا هي مش كده بدليل اللي هو عدم اول حاجه كانت عدم المبالغه في قيمه المخالفه اللي هي تم تحديدها في القانون 50 جنيه للمتر بحد ادنى و2500 جنيه بحد اقصى على مستوى المناطق العمرانيه. ده القانون الجديد ولا القديم؟ الجديد. طب القديم كان ايه؟ ما هو الجديد كان برضو الوضع ده بس في الكرة والارياف كان ليها سعر كان 50 جنيه في الكرة والارياف لكن هو دلوقتي بيحدد كله. ما بيحددش يقول لك لا بيحدد لك على حسب مستوى المنطقه. يعني وانا لازم اشجع الناس. ما هو ما ينفعش ان انا عايز اعمل تصالح طب اشجع الناس تتصالح. هنا بقى هنا المزاد. يعني ولا لما يديله اتاحه الفرصه اللي هو يقسط على 5 سنين دي فكره حلوه قوي بدون فايده اول 3 سنين لما يجي يقول له لو هتدفع كاش بدون فايده اول 3 سنين لما يجي يقول له لما هتدفع كاش يتم تخفيض 25% من المباني المخالفه. قايل يعني الرسوم اللي تم تقديرها دون مبالغه كمان لو هدفع كاش 75% منها هيدفع 75% ولو هدفع قسط اول 3 سنين على 5 سنين بدون فوائد اول 3 سنين بحيث ان لو حد قدر يسدد 3 سنين يبقى ما دفعش ولا مليم فايده. مفيش فايده فيه. حلو قوي. تاني حاجه اللي هو الميزه كمان اللي هو سمح بتقرير بتقديم تقرير استشاري او مهندس نقابي للعقارات اللي هي اقل من 200 متر. يعني منعا لتخفيف العبء على المواطنين بدل ما يروح لمكتب هندسي ولا هو بيقول له مهندس نقابي يكون معتمد من نقابه. حلو قوي. يعني واحد في العيله مهندس خريج كليه هندسه معاه عضويه نقابه. يعني بيسهل للمواطنين حتى الطلبات اللي اتقدمت وتم رفضها في القانون القديم لا خلاص بيتم بناء على بيتم بيقدم تاني كانه ما قدمش. حتى القضايا اللي مرفوعه بين المواطنين والدوله في القضايا المتعلقه بالمباني المخالفه كلها هتسقط بتسقط بالقانون الجديد بجد. يعني مفيش قضايا خلاص قضايا لا اللي كانوا رافعين ضد الدوله ولا اللي الدوله رافعه ضده. انا ما هو كان في قوانين حضرتك بيصعب تطبيقها. يعني اقول لحضرتك على حاجه يعني ايه مثلا في بعض القوانين اللي هي بتجوز التسامح في المساكن اللي هي تبع الحياز السكن او في المنطقه السكنيه وفي نفس الوقت هو بيعاقب اللي هو بيجرف ارض بالحبس والغرامه. ازاي انا هتصالح والقانون بيقول لي الراجل اللي هو صاحب الارض اللي عمل كده وبوظ الارض ده يدفع غرامه ويتحبس. فالاثنين مش ده في تعارض كتير جدا فما كانش مش هينفع يكمل القانون بدليل اللي هو 10% بس اللي تم. طب وهل هل احنا حلينا المشكله دي؟ طبعا كل المشاكل يعني ايه مشكله اللي باني على ارض زراعيه دي هيتحبس ولا هيتصالح؟ لا هو بص حضرتك حاجه هو دلوقتي كله تقنين الوضع المخالفات اللي هي من قبل 2008 كل دوت هيتم التصالح فيه والمخالفات من قبل 2008؟ في سنه من 2008 من 2008 كل دوت بيتم تقنين. اهم حاجه شروط سلامه المنشاه. السلام تعبت. لكن ما ينفعش ان انا اقنن وضع وفي نفس الوقت في خطوره على السكان الاقارب. طبعا هو كده يبقى اطلع له قرار ازاله احسن. دي ويمكن دي من الشروط اللي الدوله رافضه فيها التصالح اللي هو عدم الشروطات المخله بشروط الانشائيه. مع ان الناس اللي بتقول ان الدوله عامله القانون عشان تاخد فلوس طب ما هي لما ما تتصالح وخلاص اذا كان كده لكن هي خايفه على المواطن. والفلوس معظمها داخله في الاسكان الاجتماعي وتطوير البنيه التحتيه.